السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيانه، اموركم بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم. ترحب بكم معايا من جديد في القناه، وكنرحب بالناس اللي اول مره كيكتشفوا القناه بالصدفه. نقول لكم مرحبا والف مرحبا. اليوم رجعت معاكم بوصفه خطيره في تبييض المناطق الحساسه، الوصفه اللي طلبوها مني بزاف ديال المتتبعات، واخيرا جبت لكم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف، وصفه اللي كتعطي التبييض من الاستعمال الاول. غادي نشارك معاكم مقشر او سكراب اللي كيعمل على ازاله الجلد الميت، ازاله الخلايا ديال الجلد الميته، تيقضي على التصبغات، كيوحد اللون ديال البشره. وايضا غنشارك معكم وصفه رائعه اللي كتعمل على تبييض المنطقه الحساسه، اي منطقه في الجسم ديالكم. هذه الوصفه ديروها وغترحموني عليها، وصفه ما كتخليش شي حاجه يعني سميتها يعني تصبغات او لا السواد او لا الزروقيه اللي كتكون في المناطق الحساسه. جربوها وغتشكروني عليها بزاف بزاف. هاد الوصفه كتعطي نتيجه من الاستعمال الاول. غادي ندوزو دابا تشوفوا معايا المكونات وطريقه التحضير. خليكم معايا حتى لاخر لافيديو، لان هاد الوصفات اللي غنشارك معكم وصفات ولا اروع، مكونات متوفره يعني في اي بيت، وصفات يعني سهله بجوج بهم هاد الوصفات اللي غنشارك معكم. غادي نبداو الوصفه ديالنا الاولى. غادي نحتاجو فيها المعجون ديال الاسنان، اي معجون اسنان عندكم غادي نستعملوه. لكن البنات نتمنى انكم تشجعوني يعني في البدايه، تشجعوني باللايكات ديالكم وبارطاجيو هاد الفيديو هذا مع صحاباتكم باش كلشي ان شاء الله يشوف هاد الوصفات. وغادي نبداو على بركه الله في تحضير الوصفه الاولى اللي غادي نحتاجو فيها. كيف ما كتشوفوا معايا المعجون ديال الاسنان، اي نوع ديال معجون اسنان عندكم غادي تستعملوه. بالنسبه للمعجون ديال الاسنان تيقضي على يعني التصبغات، كيوحد اللون ديال المناطق الحساسه. هاد الوصفه مجربه كتعطي نتيجه 100% البنات. غادي ناخذ هكا واحد الكميه ديال الملعقه كبيره ديال المعجون ديال الاسنان، هانتوما كي كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. وغادي نضيفوا ليها ثاني مكون هو الحامض او الليمون. بالنسبه للحامض او الليمون، حتى هو كيف ما كتعرفوا غني بلا فيتامين سي، غني بحمض سيتريك اللي هو واحد العنصر مبيض بزاف للجسم ككل. غادي نستعملوا منه هكا واحد الكميه يعني ديال عصير الليمون. هنا بالنسبه لعصير الليمون تديروا تقريبا واحد جوج معالق كبار عامرين ديال عصير الليمون بهذا الشكل هذا. بالنسبه للبنات اللي عندهم حساسيه او لا تهيج الجلد ديالهم، تيتهيج لهم من الحامض او لا كياكلهم، ما ديروش الحامض، استغناو عليه، ديروا في المكان ديالو ماء الورد. صافي غنخلطوا مزيان هاد المكونات هادو بجوج. في الاول ضروري كتخلطوهم بهذا الشكل هذا، يعني قبل ما نضيفوا المكونات الاخرى حتى نخلطوا هاد المكونات بجوج، ويولي لنا الشكل ديال هاد الخليط بحال الكريم، يعني كيتضاعف الحجم ديالو كيف ما غادي تشوفوا معايا دابا بهذا الشكل هذا البنات هكذا. بالنسبه نبغي نفكركم يعني دائما بقاو دوزوا عندي المنتدى، شوفوا الاقتراحات اللي كنشارك معكم. كنشارك معكم العديد من الاقتراحات البنات على الوصفات اللي تبغوني نحطها لكم في القناه. بقاو تصوتوا ليا هكا على الوصفه اللي بغيتوا هكا ان شاء الله باش نشارك معكم جميع الوصفات اللي نتوما باغين. هنا من بعد ما الوصفه كتولي على شكل كريم، شوفوا كيفاش كتولي البنات، كتولي لنا بحال الكريم بهذا الشكل هذا. دابا عاد باش غنضيفوا المكونات الاخرى، يعني تتخلط لينا الوصفه مزيان. بالنسبه للمكون الثالث اللي عندي هنايا هو نشا الذره اللي كنستعملوها البنات في الحلويات وداك الشيء. النشا زوينه البنات، زوينه في التبييض ديال البشره او ديال الجسم، كتعطي واحد النتيجه زوينه يعني في التبييض. غادي نستعملوا منها تقريبا واحد الملعقه كبيره ونخلطوا المكونات مزيان. هاد القوام كيجي على شكل كريم، هانتوما كي كتشوفوا معايا، وانتوما كتخلطوا والوصفه يعني كتقاد، كيولي القوام ديالها على شكل كريم. بالنسبه للمكون الرابع اللي عندنا هنايا هو الحليب نيدو او الحليب بودره. غتستعملوا اي حليب عندكم في الدار،
سواء الحليب نيدو او الحليب ديال الاطفال او اي نوعيه ديال الحليب مجفف عندكم على شكل بودره. بعد ما كتخلط لكم الوصفه بهذا الشكل هذا، عاد باش غادي نضيفوا الحليب البنات. ضروري من هاد المكونات هادو ديروهم يعني كيف ما عطيتهم لكم، وغتشوفوا واحد التبيض زوين بزاف. البنات اللي كيتشكاو يعني من المشكل ديال الزروقيه يعني في المنطقه الحساسه او لا يعني المناطق الحساسه في الجسم، هاد الوصفه ان شاء الله غادي تنفعكم بزاف. غادي تعطيكم نتيجه زوينه. صافي غنخلطوا هاد المكونات هادو مزيان. هانتوما البنات شوفوا الخليط كيجي على شكل كريم. من بعد ما غتخلط ليا هاد الوصفه، غادي ندوزو باش نعطيكم المقشر. هنا الدور ديال المقشر مهم بزاف يعني في هاد الروتين هذا ديال العنايه بالمناطق الحساسه. ضروري من المقشر، لان المقشر الدور اللي كيعطيه المقشر ما كيعطيش الماسك او ما كتعطيش الوصفه. فالمقشر تيعمل على ازاله الطبقه ديال الجلد الميته، كيحيد دوك التصبغات، كيحيد الزروقيه، الكحال اللي كيكون في الركابي او اي منطقه كيتحيد يعني بالمقشر. كتلاحظوا واحد الفرق يعني في البلاصه، مجرد ما كديروا القماش او المقشر كيبان لكم واحد الفرق كبير، يعني كيعطي نتيجه زوينه بزاف من الاستعمال الاول. هاد المقشرات يعني الانواع ديال المقشرات اللي كنشارك معكم كلهم البنات كنستعملهم انا شخصيا. هاد المقشر غادي نحتاجو فيه السكر سنيده او سكر الحبيبات كيف ما كتشوفوا معايا. كديروا الكميه اللي بغيتوا. بالنسبه ليا انا هنا استعملت تقريبا 3 المعالق كبار ديال سكر سنيده، انتم كي كتشوفوا معايا. وغنزيدو تاني مكون هو الشوفان. الشوفان او الخرطال راه موجود، تيتباع عند البقال، كيتباع في المحلات التجاريه الكبرى، راكم عارفين الشوفان موجود. انا خديت واحد الكميه طحنتها هنايا كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نضيفو تقريبا واحد ملعقه كبيره ونص ديال الشوفان. صافي بهذا الشكل هذا. بالنسبه لكم يعني غديروا على حسب الكميه اللي درتو ديال السكر. الا درتو مثلا جوج معالق كبار او لا درتو ثلاثه، غديروا واحد ملعقه كبيره ونص ديال الشوفان. يعني هذه هي الكميه بحال هكا. غنضيفوا دابا الزيت ديال الورد او اي زيت عندكم، غير زيت الزيتون البنات راه زوين، غير باش هذا المقشر ما ياثرش على لابو. تدير واحد الكميه هكا. انا درت هنا زيت الورد، ديروا اي زيت عندكم في الدار ماشي بالضروره زيت الورد. بالنسبه لزيت الورد كيحيد ليطاش، زوين بزاف الهالات السوداء، زوين زيت الورد. وغنضيف قطرات من الحامض او الليمون. ممكن هنا الحامض او الليمون تعوضوه بشويه ديال الياغورت طبيعي، او لا تعوضوه بشويه ديال ماء الورد. صافي غنخلطوا هاد المكونات. هنا المقشر خاصو يبقى ناشف البنات، ما يجيش بحال الماسك، ما يتخلطش لينا يجي بحال الماسك، يبقى ناشف. شوفوا كيجي بهذا الشكل هذا، يعني تخلط ويبقى ناشف كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي بعد ما خلطتو مزيان غادي ندوزو باش تشوفوا معايا الطريقه ديال استخدام المقشر، وايضا الطريقه ديال استخدام الماسك او الوصفه ديالنا. غادي نوريكم الاستعمال ديالهم هكا على يدي باش تشوفوا النتيجه ديالهم، صراحه زوينه بزاف. فانا ولا بد كنستعمل مقشر على الاقل مره في الاسبوع. صافي هنا بالنسبه للمقشر غنتكلم لكم على المقشر في الاول، وغندوزو باش نهضر لكم على الوصفه الثانيه او الوصفه الاولى اللي شاركت معكم. هنا بالنسبه للمقشر كديروا به واحد الحركه الدائريه، يعني واحد التقشير لاي منطقه يعني في الجسم ديالك بهذا الشكل هذا. انتم البنات كديروا هكا يعني كديروا حركه دائريه مزيان مزيان. هانتوما كي كتشوفوا معايا واحد 3 دقائق، ما تنساو حتى شي بلاصه، يعني حاولوا ما امكن انكم تركزوا على اي منطقه مزيان، ديروا لي هذاك التقشير. التقشير مهم بزاف لاي منطقه في الجسم، لانه كيعمل على تفتيحها، على ازاله الخلايا ديال الجلد الميته، تصبغات. المهم تيعطي نتيجه زوينه. صافي من بعد ما كديروا هذا المقشر، ديروا التقشير مزيان عاد باش غتغسلوا اليدين ديالكم او لا اي منطقه استعملتوا ليها المقشر.
صافي من بعد غادي ندوزو باش تشوفوا معايا الوصفة الثانية. بالنسبة للمقشر البنات شوفوا كيعطي واحد النتيجة زوينة، ما كيخليش لك شي حاجة في الجسم ديالك بحال ديك الحروشية، يعني المشق كما كنقولوا حنايا في المغرب، المشق ديال اي منطقة سواء اليدين او اي منطقة، المشق ما كيبقاش، ديك التصبغات ما كتبقاش، تيعطيك واحد النتيجة زوينة. صافي غنستعملوا في ثاني مرحلة الوصفة هذه كما كتشوفوا معايا، خليوها 20 دقيقة وغسلوها و اضغطيو لابو ديالكم اما بزيت اللوز او زيت الكوكو او لا كريم نيفيا، حتى هو زوين بزاف كنستعملو. هادشي اللي كاين، شوفوا البنات راه واحد النتيجة زوينة، يعني ماشي مباشرة كتشوفوا غير في الكاميرا ما كتبينش مزيان، ولكن هاد الوصفات اللي عطيتكم واعرين بزاف. نتمنى انكم تجربوهم وترجعوا عندي التعليقات تقولوا لي النتيجة اللي حصلتوا عليها. شاركوا هاد الفيديو هذا مع صحاباتكم مع عائلتكم والاقارب ديالكم، وصلوا لي هاد الفيديو اكبر عدد من اللايكات البنات، وشكرا لكم بزاف بزاف. غنتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد وفي امان الله.